الغزالة ديالي، مساء الخير عليكم. كيف نتوما؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير ان شاء الله. وانتوما كتشوفوا هاد لا فيديو هاد النهار، هذا خارجين انا وبنتي سيرين، وهاد الفيديو صراحه فيها يومين مورا بعطيتها الحويجات اللي مهمين في هاد اليومين بارطاجيتهم معكم. اول حاجه غنبارطاجي معكم الصالون اللي طاقيت لكم في انستغرام، قلت لكم صاحبتي عجبها هذا، شنو الراي ديالكم؟ وكلكم سولتوا على لادريس، غادي نبارطاجي معكم هنايا كلكو تروك. وثاني حاجه غادي نعمل لو سوان ايدغا فاسيال، غنشرح لكم كل شيء. المهم هنا انا وبنتي مشينا ناكلو ام بتي بو صاحبتي، وعلاش صورت لكم سيرين باش ضحكت؟ ها انتما لي بات، خدات كوري بالدجاج، يعني لي بات في الدار، لي بات في الزنقه، ولاد هنا خصهم غير لي بات لي بات. المهم حبايبي، هاد الصالون هذا طاقيتو لكم في انستغرام، وقلتوا لي بزاف البنات عجبهم. صراحه نقول لكم البنات اللي عندها الاولاد بزاف وبخصوص السن صغير، صعيب شويه لونتروتيان حيت الكولور مفتوحه. بحال دابا انا كنت باغا في داري، قبل كنت كنقول غادي نفرج الصالون كله ابيض وبيج بيج، ولكن فاش تحطيت في هذه المدينه كنشوف كاين بزاف ديال لسباس فيغي، كاين خضرة زعما المناطق الخضراء، كاين شويه الخيس، يعني غادي يكون لونتروتيان صعيب وغيوسخوهم لي دغيا. فما يمكن ليش على الاقل خاصهم يضربوا 3 سنين 4 سنين حتى 5 سنين على الاقل. ولكن هذا اللون هذا بالنسبه لي انا ماشي في اعمالي. بصح صاحبتي ساكنه في المدينه وعندها ابارتمون، هي بغات البيج، وبما انه لابارتمون عندها صغير غادي يجيها غزال، غادي يضوي لها الدار. صراحه البيج كيجي راقي بزاف في التفرج ديالو، وبالخصوص كتقدروا تدخلوا عليه اللون اللي بغيتوا، تدخلوا الخضر، تدخلوا البغدو، تدخلوا الغوز، تدخلوا لي كولور اللي بغيتوا تدخلوا على البيج، حيت البيج كيبقى واحد لا كولور اللي بحال البيض وبحال الكحل، يعني نيود اللي كتمشي مع كل شيء. الوغ بالنسبه لهذا المميزات ديالو هو ان لا فينيسيون فنه، الثمن اهم حاجه 1495، كيكبر بالنسبه لي ما عندوش بيوت للضياف او بيوت زايدين، كيولي فرش يعني كيتهود له داك لودو ديالو بحال اللي شفتو معايا، وغادي نعاود نطلب من نزار انه يفتحوا لي من جديد، دونك كيولي واسع. وعاوتاني الحاجه اللي زوينه هو انه عالي على لو سول، عالي على الارض، يعني لاسبيغاتور والشطابه كيدخلوا لداخل. عنده بزاف ديال الموديلات، عنده داك لي كابيتوني، عنده كل شيء، غير حنا هذا اللي عجبنا صراحه، انا اللي اخترته مع صاحبتي، وصاحبتي كتثق في الذوق ديالي، يعني فاش كنوريها شي حاجه كتقتنع بها، ولا ما عجبتها شي عاود كندورو نشوفو بلايص اخرين. مي بما ان غتعمل باج باج فانا اوبتيم بهذا. وملي طاقيتو ليكم في انستغرام قلت ليكم هانتوما البنات، ها هو هنايا ولا فراش، شفتو كيفاش ولا فراش؟ فوالا هو نزار غادي يشدو دابا، فوالا تخي بيان. ملي طاقيتو ليكم في انستغرام قلت ليكم البنات شنو رايكم في هذا الفوتو هذا، وبزاف ديال البنات قالوا لي لمياء عافاك ورينا المحل. هذا المحل البنات هذا ما خدامه معاه، ما بيبليسيتي ما والو، هذا المحل هذا كنعرفهم شحال هادي، ولكن شحال ما جيت عنده، تجيت هذه المره نشري الكراسات سالامونجي، هو اللي وريتكم من شريت الكراسات سالامونجي، ومن المحل ديالو الثاني هو من شريت لي زيتاجير ديال الدجاج. هاد المحل جا هنا العلو، كنوريكم العلو، يعني باش يدخل سبيغاتور ويدخل الشطابه ويدخل الكراته وكل شيء، سي تري براتيك، ومهم يكون الفوتو كيدخل في هاد الشيء ولا يكون لاصق في الارض، اما غير شويه شويه صعيب تبقاو ديما تجرو. دونك قلت لكم هذا جا في شوسيت غون رقم 40 حدا الحمام ديال شوسيت غون، في كاين لو فو حدا البون كونتاكت. وحتى صراحه هاد لاشومبرا كل شيء عجبتني، وانا عارفه البنات كيفرشوا، فقلت غنبارطاجيها معاكم. هاد لاشومبرا كلشي حمقاتني، اولا لا كولور ديالها جات باين بيج وطوب، ثانيا لي ديتاي اللي فيها هاد الدوغي مع معجبتني بزاف، بحال داكشي اللي كنشوفو في لي ريزو سوسيو في لو لوكس. وحتى لانتيريور ديال البلاكار ديالها، يعني الداخل ديال الماريو ديالها عجبني بزاف، لانه مقسم بحال دريسينغ غادي تشوفوا معايا. المهم كنصور غير عشوائي فيت في حيت ما عنديش الوقت، غير وقفت حدا هاد لاشومبر وجبرتها في البرومو، قلت غادي نوريها لكم، عامله 1995 هادشي اللي قال لي. شوفوا فوالا بحال دابا فيها هاد المجرات هادو الداخل، يعني فيها ان دريسينغ الداخل بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش دريسينغ، وما يكونش ماريو فيغي التعلاق الطوي، يعني براتيك. وتا الجهه الاخرى فيها نص تعلاق نص طوي، يعني هكذا الملابس الداخليه شفتوا معايا، وتا العلاقات السراول كاينه لتحت. وصراحه لي ترك الاتراك قويين في الباتيمون وفي الاتات وفي هذا الشيء كامل، اي سون فور لي ترك. حاجه اخرى نقدروا نهزوا اللي بغينا ونخلصوا بالكريدي بلا ريبه، يعني 0% 100 اورو في الشهر، 150 على حسب شنو غادي تشريو. بالنسبه لهذا الفراش هو فيه الكوفري، ولكن ما كيجيش هكذا على الارض، راه عنده الكونت زعما عنده داك القاع ديالو، الكونت بلاكي ولا شنو عاملين له في القاع، حيت انا سولته قلت له واش هادشي كيبقى على الارض، يعني غير توسخوا لينا الحوايج، قال لي لا راه غير حنا هذا اكسبوزيسيون وصافي. وحتى هاد المرايات صراحه عجبوني، المهم كاين بزاف ديال التويشيات عجبوني. ووصيته حتى على لو بوفي، قلت له كنقلب على ان بو بوفي، قال لي من دابا شهر غادي يدخلوا عنده لي موديل. دونك فين جا في الشوسيت غون رقم 40 حدا الحمام، فوالا حتى الطبيله هادي ديال المغربي لي مانيفيك. شنو حاجه اخرى؟ المهم كاين بزاف الحويجات اخرين، شوفوا هادي البنات هادي لي غراتويت والله العظيم، الا انا شريتها الدوبل هاد الثمن،
هادي جوج مي حيت هادي في النقري صافي صافي حيت انا ديت الدوغي والدوغي غالي عليها. هادي 595 حتى هي كبيره فيها 2 مترو وعنده حتى 2 متر و20 الا بغيتو كبر من هيدا. مي انا ما كنصحكمش بزاف بخصوص الطابله ديال الاكل فيه لونتروتيان بزاف حيت الكحله اللي كانت عندي كان دزاج واخا نوار كان فيها لونتروتيان بزاف كنفضل لو مارغ. مي ابري كل واحد يعمل داكشي اللي كيريحو وكيعجبو. هي كتجي راقيه الدجاج غير هو فيه التماره. وهادو حتى هما 395 حتى هادو عجبونا بغينا ناخذهم. انا عندي بحالهم شي شويه كبارين. وهاد الطابله هادي حتى هي فن هادي باغ كونطخ ديال 2 متر حتى هي ود المرمون. هادو اليدين حيت كنت وصيت يجيب لي اليدين ولكن كبار من هادو بغيت شي وحدين هماويين. المهم كنوريكم غير بحال هيدا التويشيات. ودابا غادي نتجهوا ان شاء الله عند لا كلينيك ديال ما كلينيك عند الدكتور مروان عبود باش نعمل سوان ايدغا فاسيال ديالي. البارح في الفيديو غلطت وقلت لكم كيتعمل كل شهرين 3 شهور، لا كيتعمل كل 6 شهور غير غلطت البنات. وغادي تشوفوا المراحل كاملين اللي غيكونوا مشروحين من الفم ديال المختصه فرانشيسكا وانا غادي نترجم عليكم بالعربيه بالنسبه للبنات اللي ماشي من بلجيكا. فرجه ممتعه. وانت كلبتك عادي ما شاء الله. الحمد لله جات عيبه. الحمد لله ما كاين مشكل فيها. لا ما كاين مشكل اخر. يلاه لا هي تحركت من هنايا. شنو البنات حق الله البارح جي اسكيفي واحد لاكسيدون ياك شنو هذا عنده مرجا شنو مجراده البارح جي اسكيفي واحد لاكسيدون في الجهه ديال ترون. كاينه لا بوند اللي كدور وكاينه لا بوند اللي كتجي اللي كدي نيشان. وهو اوبر بغى يدور وهو ماشي في لا بوند اللي كدور. عرفتو والله العظيم البنات الى هيدا ها هيدا عرفتو تخلع هو حيت الفلطه ديالو. وسبحان الله شنو كنا عملنا هين كنا ما جينا من الدوكس شنو عملنا عطينا في سبيل الله واحد الويد لا عطينا في سبيل الله الصرف. ومن بعد عندي كيت كات وشي تخربيق في الصاك وانا نكلاكسون عليه نعيط له مسكين وعطيتهم له. والله الا هي ديك الصدقه اللي وقفت في ديك الدقيقه واحد 10 دقائق من موراها. ودابا عاود في سبيل الله انا ملي كيدوزو ما كنبغيش نردهم الا كان عندي الجمعه. واخا كيقولوا لي هادو ماشي مسلمين وكيشربوا هادي كنقول براسهم مادام طلبوا الا محتاجين عندي غنعطي ما عنديش ما غنعطيش. وعاوتاني دابا حنا دايزين ويدخل فينا داك الكاميون فارغونيت اللي شفتوها تونسي مسكين ماتريكولاد هولندا. قلت لكم هادي هند حنا دابا في بسانجي الامين مشي يجيب لينا الماكله جا عملت لنا الطياره على الماكله خاصها تاكل خاصها تاكل. ملي كيجيها الجوع يلا ناكلوا المشوي يلا الجوع ملي كيجيها الجوع عندها ولا ما عندهاش خاصها تاكل مره وخاصها دابا بالدرع باش قنعتها ناكلوا لي ساندويش. قالت لك يلا ناكلوا الحوت يلا ناكلوا المشوي حنا ما عندناش الوقت وماشي الوقت ماشي الساعه ديالها انا تما ماشي الساعه ديالها. المهم السيد دخل فينا نتوما شفتو مسكين مخلوع بزاف هو تونسي عرفتو مخلوع كيقول لنا ما عندها والو ما عندها شي شويه الباخشوك تحرك خرج شي شويه باش امين ما يلصقش فيه. قلت له ما عندها والو صافي اسمح له. هو ما شافش امين ديك الباخشوك اللي خرج شي شويش ايوا هادشي اللي كتب هاد الايام هو مسكين مخلوع بزاف صافي ماتريكولاد هولندا شوف واش عنده امور معوطه ولا ما عنده شي مخلوع عرفتو كيقول اسمح لي اسمح لي. قلت له صافي الله يسامح سوري لا تونسي تونسي مسكين لا تونسي ايوا صافي. قلت له لامين صافي اسمح له يلا بحالنا الحمد لله اللي جات غير هكذا. شفتوا والله العظيم وحلمت هذه واحد ولا البارح حلمت الدار سطرت لي وما حرقتنيش الله يحفظه. كنقول انا كنقول الله يحفظنا في الطرقان. هذه هي لا كابين ديال الدكتور عبود لا فوس رونسيني او بري دو فوتر ميدسان اون سور سيت وي. وهذا البنات انتم شوفوا لا سال داتونت اي سيني مسيو دكتور عبود ميدسان استيتيك ولا تريتمون دي ريد. هانتوما هادو ماشي العمليات هادو غير لي ميديسين استيتيك سونتر دو لازير لي كونتي تريتمون دو تاش اميليغاسيون دو تان ديبيلاسيون لازير فوالا. الوغ بنات هادي هي لا ماشين لي غادي تعمل لي بيها لو سوان ايدغا فاسيال. هانتوما سي كوا تو سا ماشين الوغ بروميي ايسي اكتيف 4 ان غرو سا سي ليكسفوليون داكور. Ici, ce sont les vitamines B, donc ça va vraiment être nourrissant pour la peau. D'accord. Ça va l'hydrater à fond. Ici, on a les antioxydants. Donc ça, en gros, c'est vraiment pour protéger, pour mettre une couche protectrice à la fin du traitement. D'accord. Pour éviter que les pores qui seront très dilatés à ce moment-là se ressalissent directement. Donc, d'accord. En gros, c'est vraiment une protection pour la d'accord. peau. D'accord. الوغ ici je veux juste d'abord dire tout ça parce que je voulais oui, alors هذا اكسفوليون باش نقيو به البشره هذا الفيتامين باش يعطي لكو ديكلا وهذا ضد الاكسده باش يحمي لا بو لان لي بور كيكونوا محلولين بزاف من مورا التريتمون دونك هذا بحال اون كوش بروتيكتريس
Et celui-là non. Ça, c'est le nettoyage, la nettoyage de la machine. Okay. Donc. Ça ici, donc le glycel, en gros, ça, c'est un léger peeling qu'on D'accord. va faire. D'accord. Et donc, ça va vraiment aider un peu à faire pénétrer bien correctement les produits qu'on va mettre par après. D'accord. Donc, il y a un peeling, un mqasher, qui va aider à le produit être bien dans le jild. Ok. Et alors ici, ça, c'est le Derma Builder. Donc ça, c'est en gros, c'est un booster. Mm-hmm. Et ça va venir aider vraiment à régénérer les cellules de la peau. Qui sont mortes. Qui sont mortes. Donc par exemple, là où on a les petites ridules d'expression, okay. etc., on va vraiment venir traiter ça pour okay. qu'il y ait une nouvelle peau en fait, qui renaisse à ce niveau-là et que la peau soit lisse. D'accord. Donc, c'est un peu de monachet ou un peu de mouhafiz qui va nous aider à nous aider les ridules, c'est-à-dire les tajaïds les refafs, les rqaqs, mais surtout les tajaïds de ta'bir. Pour oui les rides d'expression oui. et régénérer la peau régénérer. Créer une autre peau exactement. On va dire ça aide la peau à naître le gel جديد يعني بحال جل دبل avec collagène je pense c'est ça oui, c'est pour ça. Créer de la collagène OK exactement. C'est ça voilà هذه هي la machine et هذا هو إدغاف facial merci ma chérie oui. دونك اول حاجه عملتها لي فرانشيسكا المهم هنايا كانت هادو انا ويا هذاك الشيء علاش عاودت الصوت مسحت لي وجهي من الفون دو تان صراحه انا مشيت ما عملاش الماكياج تقريبا عامله غير الانتي سير المهم كتنظف البشره مزيان غسلت وجهي وهكذاك عودت مسحت لي وجهي باش تكون مأكده ان ما كاين والو ثاني حاجه هنايا كتنظف البشره اكسفولي يعني بحال اللي كتوسع لي بور كتهيئ البشره باش تدخل فيها داك البرودوي وكتعقمها بحال اللي قلتو كتعقمها فوالا كتعمل داك ليكسفوليون ديالها بهاد لاسبيراتور هادي هادي هي اول مرحله ونهار اللي تكونوا مجينا البنات لهاد هاد السوان هذا جيو بلا ماكياج وبالنسبه للثمن ديالو 150 اورو البنات ويمكن لكم تاخذوا رونديفو بار تليفون غادي نخلي لكم الرقم ديال التليفون ديال ماكلينيك ماشي دكتور عبود لان عبود مختص في العمليه ديال التجميل هو اللي كنعمل لي الانف ديالي هاد الشيء مكلفين به البنات يعني هو في نفس لاكلينيك ولكن هاد الشيء مكلفين به البنات غالبا مكلفه به فرانشيسكا فوالا هانتوما شوفوا معايا بحال هكذا وجدت البشره ديالي المهم الحاجه الثانيه هي انها دابا كتعمل لي هنايا داك لاسيد داك الحامض ولا الحمض ولا شنو كيقولوا له المهم داك لاسيد ما عرفتيش من شحال دو دوغري انا عماني الله وانتم عارفين انا فيا لابوجر يعني ما كنعرفش نجلس ترونكيل حليت العينينه ديالي وتخلي داك الدواء داك الحموضيه دخلت لي في وسط العينينه ديالي هي داك العينينه اللي كتشوفوا موسخ فيها شويه الماسكارا دونك سابيك فور البنات الا جيتو وكنتو غتعملوا هاد التريتمون كنصحكم ما تحلوش عينكم بالمره ما تحلوش عينكم بالمره لان بحال الا حصرتي الحامض في وسط العينينه ديالك المهم انا صابره ضروري اللي بغى شنو كيقولوا لي بغى العسل يصبر نقرس نحل هذا صراحه عجبتني النتيجه فوالا شوفوا معايا المهم كتعمل بشويه وكتضرب عاود بعض المراحل اللي صورت لكم لان التريتمون فيه 40 دقيقه ما نقدرش نصوره كامل دابا كتمشي على هذه الطريقه هذه بشويه ومن بعد المرات كتبقى طابوتي كتضرب طريف 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 بحال اللي كيضربوا الضوء باللايزر كتبقى طابوتي بحال هكا alors هذه المرحله هذه انتم سمعتوها قلتها بالفرنسيه غادي نعاودها لكم بالعربيه هذا بالنسبه لي غيد ماشي لي غيد لي غيدول باش من بعد ما تقولوش الا ميرا قلتي لنا كيحيد التجاعيد وما حيد التجاعيد لي غيدول ديكسبرسيون يعني فاش كتكون كتهضر وكتعبر وكيجيوك ديك الخطوط ترقاق رقاق رقاق يعني اللي كيكونوا الناس اللي باقيين صغارين في السن هادو هذا ليهم كيصلح فوالا بحال دابا حول العين كيجيو بزاف كيجيو في الجبهه وكيجيو في بين الفم هذا التريتمون كيتصلح لداك الشيء هذاك فوالا شتو كتعملهم في البلايص اللي كنعبروا فيهم بزاف فوالا بحال هنايا كيكونوا شي شريطات بحال هكذاك كيكونوا فوق الجبهه حتى هي مي ابخي الا كانوا لي غيد نيت ماشي لي غيدول زعما الا كانوا كبار هذاك الساعه كيولي خاص تريتمون واحد اخر يعني كيولي بوتوكس ولا كيولي عمليه المهم ما عرفاش انا مزيان هذا الشيء كيكون دكتور عبود هو اللي مختص بهذا الشيء هذا هو اللي زعما كيفهم انا ما كنفهمش مزيان On va laisser bien pénétrer ce produit pour qu'il, et afin qu'il puisse vraiment bien travailler sur les cellules de la peau et régénérer justement cette nouvelle peau. D'accord ? D'accord, merci ma chérie. المهم حبايبي دابا كيف ما كتشوفوا البشره ديالي حمراء بزاف دونك غادي نتسنى شي شويه ان البرودوي بينيتري فيها يدخل فيها هادشي اللي كانت كتشرح لينا دابا عاد المهم خرجت شويه من الكابيني وكنظن شي 5 دقائق غادي تجي تشوف ولا شنو غادي تزيد من بعد غادي نكتشف معكم
خلت لي شويه د لاسيديتي في عيني حيت انا حليت عيني على حساب التصوير. فوالا انا فرحانه بالنتيجه لان كنحس داك البرودوي لاسيد الحموضيه كنحس بها كتبيكوتي شي شويه في الجلده ديالي وهذا احساس زوين يعني ان كيخدم ان النتيجه غادي تكون زوينه ان البرودوي يعمل الرياكسيون ديالو. اخر مرحله البنات زي ما شري. Voilà, donc maintenant c'est la dernière étape. Donc je vais tenir des lampes LED rouges sur votre visage pendant plusieurs minutes. Mm-hmm. Et ça va faire en gros, ça va enlever justement l'irritation, donc les rougeurs qui sont liées à l'irritation. Okay. Ça va également aider justement à la circulation des petits vaisseaux dans le visage. Mm-hmm. Et c'est ça qui va faire justement une bonne oxygénation du visage. Et c'est ça qui va vous donner le teint éclatant. D'accord, merci ma chérie. Allez-y. Voilà. الوغ اخر مرحله هي هذا الضوء هذا الاحمر اللي غادي يساعد على تنشيط الخلايا اللي غادي يعطينا نضره للبشره اللي غادي يحمي البشره ديالنا والجلد ديالنا واللي غادي ينقص من هذا الاحمرار او هذا الايريتاسيون اللي كتوقع لينا بسبب هذا التريتمون اللي هي حاجه طبيعيه واللي هي بالعكس بوزيتيف. Et cette dernière étape ça dure combien de minutes? Alors moi j'aime bien laisser 10 minutes quand même. OK. Pour tout le visage. Ouais. Et c'est un traitement qui dure? Au total, oui, une bonne demi-heure, on va dire. 40 minutes, quelque D'accord. chose comme ça. Voilà, donc ici, on va également laisser pénétrer le produit, justement pour que ça se mette bien sur tout ce qui est les pores dilatés ici qu'on voit. Comme ça, ça ne va pas se ressalir directement et ça va bien protéger la peau. D'accord, et c'est combien de temps que ça dure? Alors ça, en général, on le laisse du coup... combien de temps ça dure quoi le... Qu'il faut juste maintenant, sécher. Oui, c'est ça. Il faut laisser sécher environ une minute ou deux. Ah, juste vraiment le temps que ça pénètre correctement. D'accord, mon cher, merci. Donc là, c'est une petite crème hydratante avec un SPF 50 en même temps. Ça va? Protection contre le soleil. Exactement. Et avec ce traitement, on ne doit pas s'exposer au soleil du tout? Si, vous pouvez. Okay. Ce n'est pas du tout un problème. Hammam, sauna, tout ça, voilà. Pas de problème. Pas de souci. D'accord. هذه الكريم هذه اتهيدراتي بها وتحمي البشره ديالي فيها الواقي الشمس 50 دغري وما كاين حتى مشكل الشمس اولا الحمام ولا ابخي ضروري من الواقي الشمس واخا ما تكون عندكم ولا في وجهكم باش تحافظوا على البشره ديالكم. عرفتوا يدي غزاله جاني نعس je leur ai dit qu'elle avait les mains douces je suis en train de m'endormir malgré les gants je sens la douceur. Vous êtes là pour vous relaxer, c'est merci normal. Ma chérie. Non mais vraiment les 10 dernières minutes j'étais bien épais. Alors les bnatchouf ou maïa l'oussakh li kharj min wajhi, déjà la couleur elle est foncée ou ad thqil. Oui, ici on voit les crasses. Voilà, ah ouais, chouf. Chto, chouf le fouq les crasses hadchi kamel kan fi wajhi dialy. Ay ba ya nawe quand même. Voilà. Merci ma chérie. Ouais. البشره ديالي فيها شويه ديال التهيجات حاجه اللي طبيعيه هذا الشيء كيدل ان لي برودوي يدخلوا مزيان للبشره ديالي. فوالا دونك اليوم ما نعمل حتى شي حاجه ني سيروم ني تريتمون غير دي تو و ا بارتير دو دومان نقدر لي تريتمون ديالي ولا الماكياج ولا توسكو جو فوالا هانتوما اه جو مي سون فريمون رافريشي جي لامبرسيون كو لي ريزولتا يبان كانون دوما وي فرانشمون دوما ابري دمان سي لا كو زالي اه اوكي بارفي شوف برايا الحمقى قلت لها يوفو ديال بحالنا قالت لي بلاتي شويه نوضي بحال هاد باقا لك بلاتي شويه اش بيها تاعت لا كلينيك صافي انا غنخرجوا الحقيقه زيد من عند الكنبي نوضي نوضي ما نوضي طمو بيها من المورطان او مون ديو بون تي جو تروف دون لا فواتور اه راه سالت عطيني واحد كاس الماء عطيني واحد الكاس الماء avec amour et respect je voudrais remercier tous mes amis et tous ceux ah oui هذا le fils de docteur Marwan Abdou Aboud ربح هو je pense هو ما نعرفش شحال مرتبه عالميه في التجميل gagnant sur 66 oui nous avons fait un monde avec votre soutien et le gagnant هو اللي ربح 66000 candidat Marwan Aboud merci بردين. كيف ما كتشوفوا البشره ديالي شي شويه فيها الهيجان نورمال لان دازت من تريتمون ولكن كنحس بها ديجا تبارك الله احسن من قبيله وفيها اللمعان
وغدا قالت لي النتيجه غدا وبعد غدا غادي تكون مبهره باذن الله. بالنسبه لها التريتمون غير اليوم بالليل ما تعملوا حتى شي حاجه غير في نهاركم، وابتداء من غدا تعملوا لي كريم ديالكم ولا لي سيروم ولا الماكياج ولا داكشي اللي كتعملوا كامل. واليوم حتى امين تبوكس مشى عند الكوافور عند الكوافور ديالو الابيتيال هنايا في فوري في شوسي دالزنبرغ، فاستغل اننا في بروكسل ومشى دات عنده. فوالا هادشي اللي كاين الحبال كيف ما كتشوفوا، هادو الحبيبات ديالي خرجوا لي انا باسكو هاد الايام كتخربق في الماكله وكناكل السقاطه وديكشي كامل. وغادي كيضحك عليا غادي نشد معاكم الفيديو هنايا كعمر ريجيم جوج سيمانات، السيمانه الثالثه صافي كنضوب داكشي اللي دعته كنت في طوبيك كيجبر بزاف اللي كيتكاطي طيور مشيت معايا تريد ولد دابا تقول بغيت نشرب شي حاجه شي حاجه حلوه. غزالة ديالي غنشد معاكم الفيديو هنايا ونقول لكم الا كنتم مهتمين بالدكتور مروان عبود جا فغي ماجيسترا رقم 7000 بروكسل كيجيب لي لو 92 كندون غير شويه فوق لويس شي جوج ولا ثلاثه الاريات من مورا بلا ستيفاني. غادي نخلي لكم لادريس ولي كوردوني، ماشي هو اللي كيعمل هذا الشيء، هذا الشيء كتعملو فرانشيسكا دونك هذا سونتر استيتيك ماشي تجميل زعما ماشي عمليه تجميل داكشي ديال بحال سونتر دو بوتي وصافي. الثمن ديال الادغا فاسيال 150 اورو كينصحوا به جوج مرات في العام لا غير دونك مره كل 6 شهور. ولا حبايبي غنشد معاكم الفيديو نقول لكم الى فيديو مقبل باي باي.